مساء الخير على كل مشاهدي برنامج البوصلة في موسمها الجديد. عدنا بعد غياب طوال شهر رمضان واشتقنا لجمهورنا الغالي، ونتمنى في رحلتنا الجديدة أن نقدم لكم كل ما هو نافع ومفيد بإذن الله. بوصلتنا اليوم في اتجاه العاصمة الإدارية، أيقونة الجمهورية الجديدة التي تشهد خلال الأيام طرح حزمة ضخمة من الأراضي بأنشطة واستخدامات متعددة في ظل توقعات بطرح ناجح وإقبال كبير من الشركات. ده بيحصل في ظل استهداف شركة العاصمة الإدارية تحقيق حصيلة تقدر بحوالي 3 مليار جنيه من الطرح المرتقب. الطرح الجديد من الأراضي هو الثاني منذ بداية عام 2024، وخاصة بعدما طرحت شركة العاصمة الإدارية 22 قطعة في منتصف يناير اللي فات. وقتها الشركة قررت طرح الأراضي بنظام الأقساط المتساوية اللي بيسمح للمطور شراء الأرض بنظام التقسيط مع السداد على دفعات متساوية ربع سنوية. يمكن اللي بيميز الطرح الجديد أنه جاي في أعقاب إعلان رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس خالد عباس عن مستهدفات طموحة وواقعية خلال العام الحالي من خلال الوصول إلى أرباح تتجاوز 30 مليار جنيه. واحدة من ضمانات نجاح الطرح هو إعلان الشركة عن عزمها بدء ترفيق المرحلة الثانية من المشروع القومي العملاق مطلع العام المقبل بتكلفة تبلغ حوالي 240 مليار جنيه. وهنا المرحلة دي هتتضمن إقامة منطقة صناعية على مساحة 2000 فدان. كل التوفيق لرئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس خالد عباس، وكل التوفيق لمستثمري شركة العاصمة الإدارية سواء في التنمية العمرانية أو التنمية الصناعية. فاصل. حدث استثنائي بعروض نادرة بتقدمها مجموعة شركات بيراميدز لكل المهتمين بالاستثمار العقاري. النهاردة مجموعة شركات بيراميدز بتقدم أكبر وأضخم طرح يشهده السوق العقاري. الطرح عبارة عن وحدات سكنية وتجارية وإدارية في أهم وأكبر مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة بوحدات استلام فوري. نشوف التقرير. العاصمة احنا مش شايفينها النهاردة، العاصمة احنا امنا بيها من اول يوم اتحطت الخطط فيها. العاصمة اساسها البنية التحتية، طرق، مونوريل، قطر كهربائي، مرافق، كل ده اتنشأ في العاصمة الاول. فامنا بالرؤية دي ورؤية القيادة السياسية. العاصمة دلوقتي مباني مقامة، كل المباني الحكومية شغالة بكامل طاقتها، موظفينها، وزارتها، جمهورها، كل ده النهارده موجود. المونوريل خلاص 5-6 شهور هيكون شغال، القطر الكهربائي شغال بالفعل، شبكه مواصلات كامله شغاله. عندنا عاصمه، عندنا مدينه كامله. من سنتين كنا بنتكلم عن العاصمه، النهارده احنا بنتكلم من العاصمه، من قلب العاصمه الاداريه، من الحي الحكومي بيراميدز. النهارده احنا 10 مشاريع في العاصمه، ال 10 مشاريع انشاءات كامله الحمد لله، سابقين الزمن الحمد لله، بنعمل ليل نهار. جيش بيراميدز ده يحتاج كل الشكر بصراحه. حجم الانشاءات الفترة الجاية ان شاء الله على مدار الست شهور اللي جايين دول هيبقى عندنا تسليم 4 مشاريع ان شاء الله. بيراميدز سيتي ده هيتحقق فيه كل الاستثمارات وكل اهداف العملاء. منظومة بيراميدز مش البناء، مش ان احنا نعمل كتل خرسانية. منظومة بيراميدز ورؤية بيراميدز رؤية استثمارية بتعتمد او هدفها النهائي هو التشغيل. هدفها التشغيل، البناء، التشطيب بأحسن ماتريال في العالم، التشغيل لأعلى براندات. ودي احنا بنتحدى نفسنا وبنتحدى السوق كله الحمد لله، ونفذناه بالفعل في بعض مولاتنا، ونفذناه في الوحدات السكنية عندنا. ان احنا سكننا سكاي سيتي لجامعة الجلالة كلها لطلبة جامعة الجلالة،
هو ده هدف بيراميدز ورؤيتها الاستثماريه، وتحقيق اعلى عائد للعميل. هو ده هدف بيراميدز في كل مشروعات بيراميدز، ما بيتقالش على مشروع، دي رؤيه وهدف واحنا مستمرين فيه، وباذن الله وبفضل الله هنحققه في كل مشاريع بيراميدز ان شاء الله. سكاي سيتي، انت جيت معانا من فتره شفت مجموعه جبال، ده النهارده حجم انشاءات في سكاي سيتي واصلين ل 80%، بقت مدينه وتم تشغيله بالفعل وتسكين جزء منه لطلبه جامعه الجلاله، فاصبحت مدينه والحياه اكتملت في الجلاله. اللونش المنتظر ده طرح مختلف شويه، طرح على جميع مشاريع بيراميدز، ونازل بانظمه سداد مختلفه لكل العملاء وايا كان حجم العميل، عشان نقول شعار واحد، العاصمه للجميع. رؤيه القياده السياسيه، احنا امنا برؤيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمه الجديده، وامنا برؤيه العاصمه للجميع، وبناء عليه تم طرح اللونش ده. كل عملاء بيراميدز ايا كان حجم العميل بكل المستويات وبكل انظمه الدفع، عشان احنا هدفنا ارضاء العميل، تحقيق اهدافه. احنا كمجلس اداره احنا موجودين في كل ادارات الشركه يوميا، موجودين في كل مشاريعنا يوميا ليلا ونهارا لتحقيق اهداف العملاء وارضائهم، تحقيق الرؤيه الاستثماريه اللي وعدنا بها، تحقيق اعلى عائد استثماري على كل الوحدات للعملاء. بيراميدز زي ما هي رائدة في التطوير العقاري في مصر، هي كمان رائدة في الأفكار. احنا كل لونش جديد عندنا فكرة جديدة، بس اللونش ده هو فريد من نوعه، جديد من نوعه على السوق العقاري كله. شركة بيراميدز عندها مشروعات قايمة على أرض الواقع. النهاردة لما تيجي تستلم وحدتك السكنية بتيجي تطلع مشروع لكابيتال، هو أول مشروع لشركة بيراميدز، بتيجي تتفرج على وحدتك وبتشوفها وبتستلمها استلام فوري قبل ما تتعاقد عليها، فده بيدي مصداقية للعميل. عندي كمان مشروع جراند سكوير، مشروع شغال وقائم بالفعل. عندي مشروع شانزليزيه، هو في خلال الأشهر الجاية تسليم إن شاء الله وتشغيل كمان زي جراند سكوير كده. بالنسبة للونش بتاعنا، اللونش بتاعنا جديد من نوعه. ليه جديد من نوعه؟ هو فيه أفكار جديدة كتير، وكمان أول مرة يطرح في العاصمة الإدارية واحد الجمهورية الجديدة إداري. الإداري عن شركة بيراميدز هيكون ليه فكر جديد، ليه سياسة جديدة، سواء سياسة تشغيلية أو سياسة بيعية. إحنا النهاردة بنصور من مشروع جراند سكوير، وإحنا عندنا براندات شغالة بالفعل، وكمان شركات، وكمان مكاتب محامين، وكمان مكاتب مطورين عقاريين. كل ده ليه؟ لأنه ده أول مشروع شغال في العاصمة الإدارية. كمان اللونش الجديد بتاعنا اللي احنا نازلين بيه هو واحد الجمهورية الجديدة بيراميدز سيتي، وأول مرة ننزل بتجاري وإداري مع بعض. دايما كنا بننزل بالمشروع التجاري، لكن النهاردة أنا نازلة كمان بتجاري وبإداري، يعني عنوان مكتبك واحد الجمهورية الجديدة. حدث استثنائي بعروض استثنائية بتقدمها مجموعة شركات بيراميدز لكل المهتمين بالاستثمار العقاري في الوقت الحالي. النهاردة مجموعة شركات بيراميدز بتطرح أكبر وأضخم لونش بيشهده السوق العقاري. اللونش عبارة عن وحدات سكنية ووحدات تجارية ووحدات إدارية في أهم وأكبر مشروعات في العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة. عندي وحدات النهاردة يقدر العميل يستثمر فيها ويستلمها من أول يوم، أو وحدات تحت الإنشاء الاستلام في خلال 6 شهور أو سنة. ومش بس كده، كمان مع عروض بيراميدز يقدر العميل يستلم العائد الفوري ما قبل الاستلام من دي 1، أو عائد إيجاري من بعد الاستلام على الوحدات التجارية والوحدات الإدارية وكمان الوحدات السكنية. ودايما زي ما معودينكم في مجموعة شركات بيراميدز، خلال فترة اللونش الشركة بتطرح مجموعة من العروض بيستفيد بيها الحاجزين، ما تفوتش الفرصة والحق يحجز في لونش مجموعة شركات بيراميدز. لونش شركة بيراميدز هو لونش مختلف المرة دي، بما ان الحياة بدأت في العاصمة الإدارية وتم تشغيل الحي الحكومي كله بالكامل، اختارت شركة بيراميدز انها تطرح في الاستلامات الفورية بتاعتها في اللونش مشروع من اهم مشاريعها داخل العاصمة الإدارية. مول الشانزليزيه عبارة عن وحدات تجارية ووحدات إدارية، تقدر تستلم وحدتك من النهاردة وتبتدي تشتغل فيها، أو لو حضرتك كمان حابب أن أنت تستثمر فيها بشكل أفضل تقدر تستلم وحدتك النهاردة وتشغلها،
او لو حضرتك مهتم بالاستثمار بشكل افضل تقدر بموجب عقد التفويض بالايجار ان انت تسلم وحدتك لشركه بيراميدز وتحصل على اعلى عائد ايجاري لوحدتك سواء التجاريه او سواء الوحده الاداريه من اول يوم تعاقد من بعد الاستلام. وجودنا داخل الحي الحكومي ادى ميزه كبيره جدا للوحدات الاداريه. العاصمه اشتغلت والحياه بدات في الحي الحكومي. الوحدات الاداريه اللي موجوده عندنا في الشانزليزيه باطلاله مباشره كامله على الحي الحكومي وزاره الماليه ووزاره البيئه ادت طابع خاص للمول ده، ادت الطابع الانشائي او الطابع التشغيلي اللي هيدي سرعه اعلى عائد على الاستثمار من الوحدات الاداريه وتشغيلها داخل مول الشانزليزيه. كمان في ظهرك الحي المالي كله بالكامل، مجمع البنوك اللي موجود عندنا في منطقه العاصمه الاداريه ادى الانطباع الكامل ان التشغيل الاداري في منطقه الحي الحكومي هو ده وقته. بدأت الحياة في الشانزليزيه وبدأت الحياة في العاصمة الإدارية. فكرة طرح وحدات استلام فوري في العاصمة الإدارية هي فكرة جديدة من نوعها، عشان كده النهاردة احنا بنطرح وحدات استلام فوري في كومباوند لكابيتال، هو أولى مشروعات شركة بيراميدز. النهاردة حضرتك تقدر تستلم وحدتك استلام فوري بأقل نسبة تعاقد 20% مقدم، وكمان بأطول فترة سداد بتوصل لخمس سنوات. حضرتك بتستلم وحدتك متشطبة فولي فينشد بالكامل بالتكييفات بكمان وحدات المطبخ. وكمان المرة دي لبينا احتياجات المستثمرين وحتى احتياجات الاند يوزر، لو هو محتاج السكني عشان يعيش فيه او هو لو هو محتاج يستثمر في السكني، وده عن طريق طرح نظم مالية استثمارية بأقل مقدمات زي ما وضحنا 20% مقدم وأقساط بتوصل على 5 سنين. وكمان العميل بمجرد ما بيوصل نسبة التحصيل عندي ل 50% بيقدر ان هو يحقق عائد استثماري من وحدته السكنية الفندقية في المشروع، وده يعتبر طبعا أسرع عائد استثماري يقدر يحصل عليه في الجمهورية الجديدة. وبطرح وحدات إدارية في مشروع بيراميد سيتي تحديداً في التوقيت ده وبالتزامن مع افتتاح الحي الحكومي والحي المالي وتشغيل أكتر من 60% من المرحلة الأولى للعاصمة، أعتقد فرصة مناسبة لكل مستثمر حابب يزود الاستثمار بتاعه وينوع المحفظة الاستثمارية إنه يستثمر في الوحدات الإدارية اللي بتطرح لأول مرة في المدينة الأكبر في الجمهورية الجديدة، مشروع بيراميد سيتي، وبنظم سداد بتبدأ من 5% وتقسيط على 10 سنوات بتلبي احتياجات جميع شرائح المستثمرين، بالإضافة لطرح جديد من الوحدات التجارية في مشروع بيراميدز المدينة الأكبر في الجمهورية الجديدة، وبأكثر من 17 نظام سداد بيراميدز قدرت تحقق بيهم احتياجات جميع المستثمرين الحاليين والمستثمرين الجدد. سواء كنتم مستثمرين أو أفراد هتجدوا وحدات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية تناسب جميع الاحتياجات، وده من خلال حدث عقاري ضخم. هذا الحدث هو أول معرض عقاري لمستثمر سوداني في مصر، فرصة استثنائية لاستكشاف أفضل العروض والخيارات المتاحة للعقارات مقدمة من أكبر الشركات العقارية في التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعين السخنة. المعرض هو أحدث مشاريع شركة بريزنتيشن وبيقدم لرواده خصومات كبيرة تصل ل 50% وفترة سداد تمتد حتى 12 سنة. المعرض كمان بيبعت رسالة مهمة جدا للمستثمرين الأجانب وهي فكرة تصدير العقار. طيب احنا عاوزين نتكلم بشكل أوسع عن هذا الحدث ونعرف تفاصيل أكتر عن المعرض، وعشان كده بشرفني في الاستوديو الأستاذ معتز عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن للتشطيبات والديكور والاستثمار العقاري. برحب بحضرتك. برحب بيك واشكرك على الاستضافه واشكر قناه النهار على الاستضافه المميزه دي. يا اهلا باهل السودان. الله يخليك. منورنا وسعيده جدا جدا بتشريفك النهارده في برنامج البوصله. احنا اسعد. بدايه يبدو ان بريزنتيشن شركه متعدده التخصصات،
يعني تشطيبات وديكور واستثمار عقاري وتسويق وتنظيم معارض. الحقيقة عندنا هنا في مصر لكل تخصص من دول عندنا شركة. مظبوط يا فندم. فكلمني مبدئيا عن برزنتيشن وليه كل هذه الأنشطة في شركة واحدة. أوكي. كل سنة وانتم طيبين والسادة المشاهدين بخير والشعب المصري والشعب السوداني كله بألف خير إن شاء الله. هي النشأة بتاعت برزنتيشن وتعدد الحاجات اللي موجودة في برزنتيشن زي ما حضرتك ذكرتي. خلينا نتكلم الأول عن مين هي برزنتيشن واتأسست إمتى ونشأت إمتى حتى بعد كده نخش في التفاصيل اللي هي بتحتوي كل الأنشطة اللي موجودة داخل شركة برزنتيشن. كل أذين صاغية. الله يخليك. أولا شركة برزنتيشن فتحت في مصر في 2020 في 30/6/2020 في عز الكورونا. حديثا يعني أربع سنين بس. بالضبط في عز الكورونا. يعني فترة صعبة. فترة صعبة جدا جدا كانت بالنسبة للشركة. وفي التوقيت اللي هو كان العالم كله قافل، ما كانش في أي حركة، ما كانش في أي ماركتين، ما كانش في أي تسويق، ما كانش في أي حاجة اللي هي تشجع أي مستثمر النهاردة يخش في التوقيت ده، في ظل أنه النهاردة كان الحظر الساعة 3، فما كانش في أي شركات موجودة. لا بالعكس، في شركات قفلت في التوقيت ده. لكن يعني أنا عن شخصي بحب دايما المغامرة، وبحب دايما أنه النهاردة يعني أخاطر بحاجة في توقيت مختلف عن الآخرين. فمن هنا أنشئت شركة برزنتيشن، بدت كبروكر في شغل التسويق العقاري. فعدينا 6 شهور الأوائل من سنة 2020 ما كانش في أي إنكم، ما كانش في أي حركة رواج، ما كانش في أي حاجة. دخلنا في 2021 كانت بداية موفقة جدا بالنسبة لنا في الريل استيت. قدرنا نعمل شغل مع أغلب المطورين العقاريين اللي موجودين في مصر، وكانت لحسن الحظ انه التوقيت بتاع 2021 بدايه طرح الدوله المصريه لفكره العاصمه الاداريه الجديده، اللي هي قدرنا من خلالها نقدر نسوق مع بعض المطورين العقاريين للعقار اللي موجود في العاصمه الاداريه الجديده، فسواء فندقي او سكني او تجاري او اداري او عيادات او ما شابه ذلك. قدرنا نعمل ماتشين كويس جدا مع اكبر المطورين العقاريين في التوقيت ده بالعاصمه الاداريه كبدايه بالنسبه لنا نحن، وقدرنا نحقق فيها نجاحات كويسه خالص بالنسبه للعملاء السودانيين والعملاء اليمنيين والعملاء اللي هم على دائره المعارف القريبه، لانه هنا كانت البدايه. لانه انت عارفه حته العقار مش سهل جدا انه اي عميل يكون واثق في شركه البروكر او واثق في شركه الريل استيت اذا ما كانش في اي تعامل سابق قبل كده، لانه تعدد الشركات وتعدد الاشياء اللي موجوده مش بتتيح للعميل انه يكون المصداقيه بتبقى فين او موجوده فين في الحته دي عشان انا اقدر اتحرك مع الشركه دي او مع الشركه دي. زائدا انه بالنسبه لنا احنا كسودانيين كانت في مشكله كبيره جدا، لانه العميل السوداني غير العميل المصري. العميل المصري عارف كل الشركات ومين الكويس ومين الوحش، لكن العميل العربي ما عندوش فيدباك عن الشركات اللي موجوده اللي يقدر يخشها يشتري منها العقار اللي هو عاوزه. فمن هنا جت فكره انه النهارده نقدر نوجه العميل العربي انه الشركه دي او الشركه دي تقدر تستثمر معاها وتقدر تشتري فيها. ثلاث نقاط تم استخلاصهم من كلام حضرتك. اتفضل يا فندم. اول نقطه انه انتوا غامرتوا. ده حقيقي. سؤالي هل كانت مغامره محسوبه؟ السؤال النقطه الثانيه انه يبدو انه الشركه بتتعامل مع العميل العربي فقط، السوداني واليمني والجنسيات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي في الحوار، ده معناه ان انتوا مش بتتعاملوا مع المواطن المصري او العميل المصري؟ لا اطلاقا، لا اطلاقا. ثالث نقطة فضل. حضرتك ممكن تجاوب في الآخر عشان أنا هنسى. ثالث نقطة أنه العاصمة الإدارية أعتقد أن هي فتحت لكم أفاق للعمل بشكل أوسع مما كنتوا تتخيلوا، وفي نفس الوقت أعتقد خدمتكم كمان إلى حد كبير بعض الظروف السياسية اللي حصلت في المنطقة العربية في الفترة الأخيرة. ده هي فعلا، ده هي. حضرتك تقدر تجيب. حتة المغامرة في التوقيت ده هي كانت مدروسة ومحسوبة. ليه؟ لأن دايما زي ما أنا قلت في حديثي من شوية أنا بحب أغامر، لأنه أكتر وقت أنت تقدر تنجح فيه بعد انتهاء المغامرة. زي ما بقوله هي شركة برزنتيشن تواصل فرص. بالضبط كده. هي شركة برزنتيشن يعتبر كفاح تحول إلى نجاح. هي دي الجزئية المهمة اللي احنا قدرنا نستنبط فيها. هل كان عندكم سابقة عمل في السودان قبل ما تخوضوا التجربة هنا في مصر؟ إطلاقا. يعني كانت بداية جديدة بكل المقاييس. مظبوط يا فندم. مجال جديد
وطن جديد. مظبوط. شركه مزبوط. جديده، تخصص مزبوط. جديد. مظبوط. فهي دي الحته اللي انت يعني ذكرتي في حديثك من شويه، انه ليه انت بتتعامل مع العربي مش المصري؟ عشان انت النهارده تخش المجال العقاري فلازم الاول انت تستعين بالمعارف بتوعك، لانك انت النهارده مش معروف في الميديا، مش معروف في الماركتينج، انت شركه جديده وشركه سودانيه، تمام؟ هي مش شركه سودانيه بالمعنى الشامل انه كل الاستاف اللي موجود سوداني او تعاملاتها كلها سودانيه، لا، انا النهارده عشان اخش المجال ده طبيعي جدا عشان النهارده اكسب ثقه هتحتاج كوادر مصريه، هتحتاج كوادر مصريه بالظبط. فهي في الاساس النهارده الشركه كلها قايمه على كل الكوادر المصريه بدون اي استثناء. لكن فكره انه النهارده انا حبيت أطرح الموضوع في الأول للدائرة بتاعت المعارف والأقارب على أساس أنه النهاردة بالنسبة لي ممكن يكون في إنكم داخل مباشرة من الجزئية دي. لأنه زي ما حضرتك أنت عارفة الشغل البروكر أو شغل الريل استيت، تمام، تعدد الفرص في المجال اللي موجود في مصر هنا، شركات كتيرة جدا بتعمل كامبين، شركات جديدة بتعمل دعاية، بتقدر تتحصل على العميل اللي هو يقدر يخش عشان يتعامل مع شركة البروكر. طيب لو حبينا ننتقل للمعرض، الحقيقة أنه لأول مرة مستثمر سوداني بيعمل معرض عقاري لشركات مصرية جوه مصر، تركيبة كده أول مرة تشوفها، فياريت نتكلم عنها أكتر. وبعدين أنا لاحظت كمان أن أنتوا عاملين خصومات 50% أو فترات سداد طويلة جدا، دي ما حصلتش قبل كده، ياريت تديني تفاصيل. طيب نصل من 2020 إلى 2024 اللي هي الحالية اللي موجودة إحنا فيها دلوقتي، جات فكرة أنه النهاردة طب تعمل معرض ليه؟ أو إيه الهدف أنك أنت تعمل معرض في التوقيت ده؟ في كذا سيناريو كان محطوط في الموضوع ده، أولا تعمل معرض ليه؟ ثانيا تعمل معرض في التوقيت ده ليه؟ ثالثا ايه الهدف من المعرض؟ كويس. لو نحن خدنا الموضوع، انا فكرت في اول 24 في حته يعني نسريتها عشان هي بتربط الموضوع مع بعضه. شركه بريزنتيشن طلعت بفرع واحد اصبح ليها فرعين في فتره سنتين من 2020 الى سنه 2022، قدرت تفتح فرع ثاني موجود في مدينه نصر. كويس. تمام، في القاهره الكبرى، وقدرت تخش غرفة التطوير العقاري، يعني أصبحنا من ريل استيت أصبحنا مطورين عقاريين في خلال الثلاث سنين اللي فاتت دي. مطور عقاري عندكم مشروعات عقارية تم تطويرها بالفعل؟ دي المفاجأة اللي احنا إن شاء الله في سنة 24 بعد انتهاء المعرض في بلان مفترض نحن نحطه، بحيث أنه نقدر في سنة 24 ننزل بالمشروع الخاص بشركة بريزنتيشن اللي كانت بروكر وأصبحت ديفلوبمنت. طيب دي جزئية بتاعت السلسلة بتاعت نجاحات شركة بريزنتيشن. نيجي لنقطة المعرض. فكرة المعرض النهاردة جات منين؟ فكرة المعرض انه انا بصيت على السوق العقاري اللي موجود، انه النهاردة الشغل التغليدي العادي اللي هو النهاردة زي اي بروكر بيعمله او اي شركة تريل استيت بتعمله، اللي هو بترفع جنبين من خلالها بيجي لها عميل. فعدت مع الاستاف بتاع المبيعات، تقولهم ايه العقبات اللي بتواجه المبيعات انها تقدر تحقق مبيعات بالمعنى التقليدي العادي، يعني بالمعنى ما فيش بيع ليه، او ايه السبب اللي يخليني النهارده يا السيلز اللي موجود الموظفين اللي موجودين ما فيش بيع وما فيش حركه رواج. في كان عده اسباب، من ضمن الاسباب الاساسيه اللي كانت جوهر الموضوع اللي احنا كلنا عايشناه في الدوله المصريه، حته التخبط بتاع الاسعار اللي موجوده في الفتره اللي فاتت دي. صحيح. فاصبح ما كانش في اي بيع وشراء، لانه اي النهارده كل يوم والتاني في تغير في الاسعار، ما فيش اي ثبات للاسعار، والعميل بيترقب، العميل بيترقب، فاصبح في احجام عن الشراء. فقعدت مع الاستاف اللي موجود عندي وقلت لهم طب ايه المانع ان احنا ممكن نجمع كل الديفلوب ده في مكان واحد في معرض يضم اكثر من 50 مطور حتى الان بنسبه خصومات، بحيث انه العميل ينجذب للخصومات ويقدر يستفيد منها غير اللي موجود حاليا في السوق. عشان خصومات حقيقيه، خصومات حقيقيه طبعا، ده الاتفاق اللي تم ما بين شركة بريزنتيشن ومع كل المطورين اللي هم داخلين المعرض. هل اطلعتوا على الأسعار قبل المعرض؟ طبعا طبعا أكيد، الأسعار اللي هي قبل المعرض والأسعار اللي هي هناخدها بالخصم، بحيث أنه النهاردة أقدر أوفر لعميل خصم حقيقي، ما يبقاش اللي هو خصم لجل أنه النهاردة أجذب انتباه عميل أو أحضر عميل، لا ده ما كانش الهدف. فهنا جات فكرة أنه النهاردة أعمل معرض، لانه انا في الاول وفي الاخر كشركه بريزنتيشن يهمني العميل وليس يعني العميل هيجي عندك يشتري باسعار 3 سنين واربع سنين فاتوا. مظبوط، دي حقيقه فعلا. فهي دي ضمانه طبعا. انا عشان كده قلت يا جماعه الخصومات بتصل لنسبه 50% مع تفاوت الديفلوب،
مع كل المطورين اللي موجودين حاليا دلوقتي عندنا داخلين المعرض. ده كان الاتفاق الضمني او الاساسي اللي هو النهارده اعمل من خلاله معرض، لانه ما كانش ينفع في مكان انه النهارده اعمل معرض والديفلوبر هيديني السعر الحالي اللي هو موجود في السوق حاليا. الديفلوبر ازاي وافق على نسبه الخصم دي؟ كويس جدا. انا بالنسبه لي النهارده لما اجي اعمل له معرض بدون اي ماديات وبدون اي التزامات ماديه على الديفلوب نظير. يعني انت ما دفعتوش طبعًا ولا جنيه؟ طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. طب انت مستفيد ايه؟ حلو جدا. انا النهارده بالنسبه لي هستفيد حاجتين، هستفيد هالبيع. غير البيع انه هخدم العميل. بمعنى اي عميل؟ انت عندك كده اتنين عملاء، عملاء مرتادي المعرض اوكي والديفلوبر اوكي. الحلقه التكامليه هنا اصبحت انه النهارده برزنتيشن عملت معرض عقاري الاول ليها ناجح بكل المقاييس. كويس. ثلاث اطراف مستفيده، شركه برزنتيشن استفادت دعايه وقدرت تعمل معرض كويس جدا وتكسب ثقه عملائها. الله يفتح عليك. اكسب ثقه العملاء بلس اكسب ثقه الديفلوب نفسه انه النهارده قدر يخش معايا معرض وهو مش ضامن نجاح المعرض من عدمه، تمام، وانه ينزل باسمه عندك في اول معرض ليك. فدي في حد ذاتها انا بشكر الديفلوب عليها كبير جدا 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 على الحته دي. وفي التوقيت الناحيه الثانيه معلش المعرض ده هيبقى فين؟ لانه ضروري جدا ناس كتير هتحضر. معرض برزنتيشن العقاري هيكون في فندق توليبا النرجس التجمع الخامس. تمام. لمده 3 ايام في الفتره من 2 مايو الى 4 مايو، يعني الموافق الخميس القادم ان شاء الله باذن الله تعالى والجمعه والسبت. في بعض الناس سالتني طب انت ليه 3 ايام مش ممكن يوم؟ على اساس انه اتيح فرصه لاي حد جاي من الاغاليم او جاي من المحافظات يقدر يصل للمعرض ويقدر يختار الوحده او يقدر يختار المحل اللي يناسبه بمنتهى الاريحيه ويفكر وياخذ القرار بدون اي ضغط بدون اي ريسك عالي بالنسبه له. انتم تارجتين كمان المصريين مش بس العرب طبعًا اللي موجودين طبعًا في مصر. لا طبعا لا. برافو. المعرض ده مفتوح لاي حد والخصومات دي معموله لكل الناس وليس معموله لفئه معينه ايا ما كانت الفئه السودانيه او اليمنيه او السعوديه او لا. المعرض ده مفتوح لاي حد والدعوه عامه. ونحن من برنامج حضرتك وقناه النهار بقول لكل السادة المشاهدين أي حد هيحضر المعرض هو مستفيد بخصومات، مستفيد بتعدد المساحات اللي موجودة، مستفيد بتعدد الشركات اللي هتبقى موجودة في المعرض. مش هتبقى في شركات معينة، لا بالعكس. أنا بكلمك النهاردة إنه في يونيتات استوديوهات بتبدأ من 1,000,000 جنيه، في مكاتب إدارية في العاصمة الإدارية بتبدأ من 2,500,000، في خصومات بتصل معاك لغاية 50%، في فترة سداد بتصل معاك ل 12 سنة. فأنا فاتح إنفنتوري شامل لكل الناس وفاتح عيادات بالنسبة للدكاترة موجودة في المعرض، في شركات بعينها نازلة ميديكال يقدر أي دكتور أو أي صيدلي يستفيد من الحتة دي. فأنا عامل حاجة بالنسبة للناس كلها لطافة المجتمع يقدروا يستفيدوا من الحاجات اللي هي تتناسب أي حد. برافو. شكراً. يا جماعة الكوادر السودانية بتنافس بقوة الكوادر المصرية، وأعتقد أنه بعد اللي سمعناه من الأستاذ معتز أعتقد أن المعرض ده هيكون فرصة حقيقية لكل اللي عنده رغبة دلوقتي في الاستثمار. هو خلينا نتكلم عن معرض قايم على هدف اقتناص الفرص، واعتقد انه ده المبدا الاساسي اللي بدا يشتغل بيه استاذ معتز في مصر اول لما نزل عندنا. وانا حقيقي سعيده لانه قصه نجاح جميله، 4 سنين من العدم عملت كيان كبير، فده يدعوني للفخر بحضرتك. أنا يعني أنا بشكرك جدا جدا على الحتة دي، وأحب في برنامج حضرتك أخص البرنامج بهدية مخصوصة في المعرض للسادة العملاء. أنا بقدم جائزة عربية موديل السنة بالنسبة للناس اللي هتشتري في المعرض لأي عميل إن شاء الله هيخش السحب على قرعة عربية موديل السنة لأي حد اشترى في المعرض. دي هدية مقدمة من شركة برزنتيشن. يعني يا جماعة أعتقد أنه أنا شخصيا هروح أحضر المعرض ده إن شاء الله، يعني حتى لو مشتريت فيها أدخل السحب. تشرفينا طبعا، أكيد ما في شك. أشكرك يا فندم ومرسي جدا جدا على الأوفر الجميل ده لمشاهدي برنامج البوصلة. وأتمنى أني أشوف حضرتك مرة تانية لأنه لم يبدأ النقاش بعد وانتهت الفقرة، وأعتقد أنه في كتير جدا من محاور النقاش ممكن تتفتح مرة تانية
في لقاء آخر إن شاء الله. بشكرك كل الشكر. تحياتي. أنا بشكرك وبشكر قناة النهار وبشكر برنامج البوصلة العقارية، وإن شاء الله يكون خفيف الظل عندكم إن شاء الله. أشكرك فندم، نورتنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل الصحية المجموعة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أسماء الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز السعودي الألماني الصحية لعام 2023، أقيمت مراسم إعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز تحت رعاية وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الوطنية للتدريب. تفاصيل أكثر هنعرفها في هذا التقرير، ومن ثم نعود لحضراتكم مرة تانية علشان عندنا فقرة مهمة جدا عن الاستثمار والدفاع الوطني. عايز هاخد حضراتكم في رحله صغيره على ايه الترندز اوف هيلث كير اوف ذا فيوتشر. مستشفى، دكتور، نيرس، اكويبمنتس، علاج في المستشفى، كلنا اتعودنا عليه. بتتطور التكنولوجيا، بتتطور لكن الاليه واحده مور اور ليس. طبعا هيومن سنتريك كير، هيومن سنتريك كير او بيشنت سنتريك كير زي ما باشمهندس صبحي اتكلم فيها، ودكتور محمد حبلس طبعا انا بهني برضو كل يعني مجموعه السعودي الالماني على يعني استدامه النجاحات في مصر ويعني وجودها في مصر والتطور، وان شاء الله تتوسع اكثر واكثر. مصر والله العظيم ممكن تكون ده نمبر 1 كونتري في العالم في الميديكال توريزم. طب ليه؟ انت ايه اللي خليني اقول الكلام ده؟ بروكسيميتي تو يورب. مين هم الميديكال تورست اورجانيزيشنز او كونتريز في العالم؟ في انا بتكلم طب الان، ان الهند وبانكوك وتايلاند هم دول نمبر 1 في العالم، وامريكا يعني البروكسيميتي او القرب مصر من اوروبا ومن نورث افريكا ده جائزة السعودي الألماني الصحية لهذا العام هي قيمتها المالية 2 مليون جنيه مصري، والجائزة بتستهدف جميع الكوادر العاملين في مجال الرعاية الصحية داخل جميع مستشفيات جمهورية مصر العربية بلا استثناء، سواء كانت في القطاع العام أو في القطاع الخاص. وإحنا بنفكر في هذه الجائزة من أجل تحفيز كل من يجتهد في مجال إعطاء تجربة متميزة للمريض داخل المستشفيات. الحقيقة الجائزة النهاردة اللي بتقدمها مستشفى السعودي الألماني ليها كذا بعد. مبدئيا مش خافي عن حد ان التعليم والصحة هم اهم رافدين او اهم اساسين بتبنى عليهم حضارة الامم، فالاهتمام بالقطاع الصحي لم يجي كمان من مستثمر عربي موجود في مصر لتشجيع مختلف قطاعات تحت مظلة الصحة، ده شيء جيد جدا. الحقيقة يعني كانت حاجة سعيدة فرحنا بيها جدا، وخصوصا ان احنا عرفنا ان التكريم هيكون فيه اللي بيكرمنا بعد فترة طويلة بنشتغل عشان نخدم العيان، بس كنا هدفنا خدمة العيان بدون أي مقابل، ما فكرناش طول الوقت إن إحنا بنخدم إن إحنا عايزين مقابل بنشتغل، كنا حاسين العيان ده كأنه دايما. كنت بقول للتيم معايا، طبعا أنا أحب أشكر كل التيم معايا، إدارة المستشفى لأنها دعمتني كتير، إدارة الصيادلة، التيم الجونيورز والسينيورز دعموني كتير جدا، وحقيقي حقيقي أنا من غيرهم أنا ما كنتش هبقى موجودة النهاردة ولا واقفة هنا. برحب بحضراتكم مرة تانية. أصعب حاجة بتقابل أي مستثمر في بداية طريقه نحو عالم الاستثمار هي إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح،
ودي بتكون إجراءات طويلة ومعقدة، لكن الأكثر صعوبة وتعقيد هي استخراج رخصة الدفاع المدني. لكن لو عرفنا إن في شركة في مصر بتحل المعضلة دي، أعتقد هو خبر مهم للغاية. عشان كده يهمني أسلط الضوء النهاردة على شركة مميزة في مجال السلامة والإنقاذ، وهي شركة بتتخذ من مصر مقرا لها، شركة عرفت أو عكفت على مساعدة المستثمرين، هي الشركة العربية للأنظمة الأمنية. هدفها الوصول إلى حلول فعالة ومبتكرة لمشاكل التصالح والسلامة. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن منظومة التصالح ومخالفي البناء ودور الشركة في تسهيل الأمور لكافة المواطنين، بشرفني في الاستوديو المهندس محمود فتحي، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأنظمة الأمنية. برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم. كلمني الأول عن الشركة العربية للأنظمة الأمنية، وبعدين نتكلم بقى بعد كده عن الإجراءات اللي تقدر تيسرها على المواطن أو المستثمر في مجال الدفاع المدني. احنا شركة متخصصة في الإطفاء بقالنا فترة كبيرة، ونفذنا غرف عمليات هنا مع محافظ القاهرة، محافظ الدقهلية، سيد محافظ الجيزة، اسكندرية، البحيرة. ابتدينا ننفذ تطوير في منظومة الإطفاء داخل القطاع الحكومي قبل ما نتوجه للقطاع الخاص. فلما خدنا ثقة القطاع الحكومي معانا في تنفيذ أكبر مراكز قوى لغرف العمليات، فابتدينا نتوجه للقطاع الخاص بأفكار مبتكرة، إن احنا طبقا للكود المصري للحريق وطبقا لتدخل مركز البحوث والتخصصية، ابتدينا نتعمق في الموضوع وابتدينا نجيب استثناءات، بحكم إن الموضوع ده أصلا من البداية المفروض يبقى فيه توعية له كمستثمر او كقطاع تصالح. تجيبوا استثناءات لايه ومنين؟ يعني مثلا الجهه المصدره لكود الحمايه اللي بيبني عليه كل المنظومات هي مركز البحوث والتشييد والبناء والاداره العامه للحمايه المدنيه. فهو طبعا التوجيه، لان موضوع التصالح ده حاجه جديده من نوعها بالنسبه لمصر، فواحد لسه قطاع سكني باني عماره فاول مره طبعا يعرف ان لازم يركب منظومه حريق، ما هو باني برج معدي 13 دور، فاكيد لازم انا مش عارف اوصل له، فلازم يبقى في منظومه حريق لان هو باني مخالف. فبالتالي لازم بيرجع قانون التصالح ان هو حاطط عضو من ممثلين التصالح، عضو دفاع مدني. فبيدرس الموضوع طبقا للوائح وقوانين حددتها الدوله. فمراكز القوه في الجزئيه دي هي الاداره العامه للحمايه المدنيه ومركز البحوث. فبالتالي لما بنيجي نتناقش معاه مستثمر النهارده لسه في المنطقه الاستثماريه مثلا، فالدوله بتشجع الاستثمار طبعا. واحنا بنشجع الصناعه، فهي العقبه الوحيده او الرئيسيه واخر كارت له وهي الدفاع المدني. هي المشكله ليه هي عقبه؟ هي ليه مش عقبة؟ معضله لا. صعبه قوي كده، هي عمرها ما هي مش معضله، هو السبب عدم التوعيه، لان هو في حجم استثماره من البدايه من انشاء المصنع كان المفروض ده اساس المصنع، يعني التوعيه مش موجوده بالنسبه لمصر في جزئيه الدفاع المدني. الصعوبة بتاعتها في التكلفة، مش لأن تكلفتها عالية، تكلفتها عالية، بس الموضوع بقى أبسط وبقى على مراحل، والدولة موجهة دلوقتي النهاردة أبسط مع نفس التكلفة ولا أبسط بتكلفة أقل؟ لا أبسط طبعا مع تكلفة أقل، مش هقول معانا عشان ما نجيش على موضوع إن إحنا كشركة، لا هو أبسط للي بيفكر إن هو عايز يبسطها. يعني أي شركة النهاردة عايزة تحقق مبيعات قدامها العميل، فالنهاردة تقدر تعمل له منظومة حريق ب 3 مليون. طب ما هو بنفس المنظومه بدل مثلا يجيب يو ال يجيب حاجه اسمها نون يو ال، اللي هو بدل اوروبي يجيب اتحاد مصر او اتحاد اوروبي استيراد، ده بيوفر معاه 70% 30% في كل جزء. فهو النهارده المشكله لا الدوله ولا الحمايه المدنيه ولا المستثمر، هي المشكله الشركه الوسيطه، هي اللي بتعمل بورتفوليو عالي بسعر عالي خلاص، هو لا يقول لك انا اسيب المصنع طبعا ويكلف نفسه ليه، ويكلف نفسه ليه مبالغ فلكيه. فابتدينا احنا كنا اصلا شركتنا الرئيسيه في اسكندريه، فاحنا لما جينا الدقهليه اخذنا اكبر عملاء زي مصنع بيست، ده مصنع 87,000 متر، فكان عنده مشكله، فالدوله كلها بتساعده لانه من قديم الازل من اكبر مستثمرين. فالحمايه المدنيه منظومه فلكيه بالنسبه له، لكن احنا لما دخلنا وبالتعاون برضو مع الجهه كقطاع عام، لا الموضوع بسيط جدا، يعني القصه كلها الشركات التانيه هي اللي بتكبر الموضوع والتكلفه على العميل.
طيب خليني أعرف من حضرتك أنت إزاي يعني إزاي تقدر تساعد المستثمر وإزاي تقدر تساعد المواطن اللي عنده رغبة أنه يستفيد من قانون التصالح، خاصة اللي عندهم أبراج عالية وفي مخالفات في هذا الموضوع، وإزاي بتقدر توفر 70%؟ يعني أنا عندي 70% بتقدر توفر من تكلفة التكلفة بنسبة 70% توفير و30% تكلفة الخرائط والرسومات وما إلى ذلك. إزاي بتعرف تعمل ده؟ إزاي؟ يعني حققنا فعلا لما خدنا من اللواء عمرو فكري مكان في مدغمر، مدينة تبع مركز الدقهلية بجوار الحماية المدنية نفسها، مركز تسهيل إجراءات، لما التصالح ابتدى يقف بسبب الحماية المدنية. فابتدينا ناخد الحالات الكبيرة وندرسها إيه عقوبتها، فابتدينا نعرف إيه عقوبتها. هي عقوبتها إن هو بيطلب منه مثلا رسم هندسي، فبيروح جهة بيعمل الرسم ده ب 20,000 جنيه مثلا، وتقرير استشاري التقرير ده مثلا 30,000 جنيه مثلا، وورق مطلوب 10,000 جنيه. طب احنا عيننا عندنا استشاري لا يتعدى مرتبه من 5,000 ل 7,000 مثلا، موجود داخل الشركه وبيعمل التقرير وبينفذه بشهاداته وبيوثقه في النقابه، لا يتعدى 7,000 جنيه. فيبقى انت النهارده جيتي على 70% من الاوراق المطلوبه. طب احنا العميل دلوقتي بيروح الحمايه المدنيه، وبعد الحمايه المدنيه بيرجع للمجلس. طب احنا نعمل ايه؟ ابتدينا ناخد في اماكن حيويه مراكز وفروع امام الحمايه المدنيه نفسها او بجوارها او بجوار مجلس المدينه، ان احنا العميل اللي عنده مشكله احنا بنعمل حمله توعيه مجانيه، ان انت النهارده مطلوب منك كذا كذا، لان في 164,000 حاله في الدقهليه مثلا كمثال، 100,000 حاله معفيه زي ما سيادتك قلت في اول حلقه ان في بيوت ما في بيوت دي معفيه اصلا مش مطلوب لها اشتراطات، لكن هو ما يعرفش ان هو معفي، هو خايف يروح الحمايه المدنيه. يعني المشكله مش في الحمايه المدنيه، ولا المشكله في الاستثمار ولا التصالح. اللي معفي لحد كام دور؟ من اول لحد الرابع والخامس، وفي ادوار لحد السادس على حسب ارتفاع المبنى نفسه، وده كود باشتراطات. فاحنا ابتدينا نعمل تواصل ما بيننا وما بين حالات التصالح عن طريق ان احنا نعمل تواصل مع رؤساء مجالس المدينه. كويس. فابتدينا مثلا مع الاستاذ عمرو في مركز بلقاس، ده مركز كبير ماسك جمصه الصناعيه كمنطقه صناعيه وخدمه مستثمرين، وماسك بلاد كبير، وادانا مساحه محترمه جدا قدام الحمايه المدنيه وبننفذها وافتتاحها، وعملنا بروتوكول مع المصنع الحربي 99 ان هو يعمل دعم في المنتجات الاطفائيه اللي هتلتزم للتصالح. انت مش بتساعد المواطن بس، انت بتساعد الدوله كمان. طبعا. بتشجع المواطن على انه يروح يعمل تصالح، وبالتالي انت وسيط ما بين الاثنين ممتاز. وفي نفس الوقت توعيه، وفي نفس الوقت حققت امانه. طب كم واحد بيفكر بقى زينا؟ هي دي المشكله. يعني محمود بيفكر خد 5 محافظات او خد محافظه. طب ما احنا مثلا لو الشركات كلها عملت بروتوكول او جروب. احنا معانا صور، ممكن تشرح لي حضرتك دي منظومه دي؟ اطفاء مجموعه ترمبات احنا عاملينها في مصنع بيست. دي من اكبر منظومات الاطفاء اللي اتعملت في الدقهليه. وبرضه ده توفير كبير احنا قدمناه. ده اللي انا عايزه حضرتك تقوله لي بقى، وفرته للمصنع ده قد ايه؟ الترمبات دي مثلا لو احنا بنجيبها من بره مصر او اوروبي او الكلام ده كله بتخش مثلا في 6 مليون 7 مليون. اللي هي جديده. احنا الترمبات استيراد تبقى جايه احنا بناخدها نجددها عندنا، يعني في مشكله استيراد يعني مستخدمه من قبل. مستخدمه ايه المشكله؟ ما هو دي ترمبه مخصصه للحريق، يعني المفروض تستخدم. طب هي سيف يعني واثقين؟ طبعا ما احنا مش يعني النهارده عربيه جابت ماتور، فهو قدامه التوكيل وقدامه يجيب استيراد. هو بيتوجه للاستيراد لان التوكيل بالنسبه له التكلفه. بيوفر قد ايه الاستيراد ده تقريبا؟ حوالي 50% او 40% من تكلفه المجموعه. 40%؟ طبعا. والاستيراد مش بيبقى فيها مشكله، هو بيبقى بيعمل ابجريد، فمش محتاج المجموعه دي. فبيبيعها وبيعمل ابجريد. اوكي. فبالتالي احنا بناخدها عندنا نقدر نطورها. ده صندوق حريق احنا صنعناه، عملنا مصنع في مدغمر لصندوق الحريق. وده قلل تكلفه الصندوق من حوالي 4,000 جنيه لحوالي 1,200 جنيه. ممتاز. تقريبا التلت او اقل كمان. ده مصنعنا وسميناه الربع يعني. سميناه منظومه، وعملنا اللوجو بتاع منظومه، ودلوقتي بنعتمد الصندوق ده بعتينه نعتمده صندوق اطفائي بالاضاءه. منظومه الحريق دي بتصنعوا منها قد ايه، او بنسبه قد ايه في مصر؟ هي كل حاجة المنظومة كلها بتتصنع داخل مصر ما عدا الترمبات. يعني الخزانات المية
احنا بنصنعها في مصانع. دي ترومبات بتاعتنا احنا، ده تصنيع مصري، تصنيع محلي، تجميع لوح كهرباء تصنيعنا. ممتاز. في المواسير تصنيع مصانع داخل مصر. يعني الترومبات بس فقط، المواتير فقط لا غير، هي اللي بتيجي من بره. هي اللي بتيجي من بره. طب احنا امتى بقى هنوصل لدرجه تصنيع المواتير في مصر؟ ما هو اكيد في مصانع موجوده داخل مصر بالنسبه للانتاج المحلي، وده موجوده، وده اللي احنا بنحاول نعمله كبروتوكول مع الانتاج الحربي، ان احنا نصنع المواتير ده. وبالفعل هم خدوا خطوه في الجزئيه دي في مصنع القادر، ان هم بيصنعوا الترومبات دي دلوقتي وبيعملوا بورتفوليو ليها ان هي يبقى صنعه في مصر. حلو قوي كده، مش هنبقى محتاجين نستورد كده المنظومه. بالنسبه لنا طبعا، ما انا ايه السبب 70 و30%؟ هو ان احنا صنعنا، هو ده اصلا توجيهات الرئيس في ان هو دعم الصناعات ودعم المستثمرين. ما انا دلوقتي بتواجد داخل المناطق الصناعيه ليه؟ انا بعمل توعيه الاول، انا جاي لك بدون مقابل. انا بقول لك المنظومه. معلش ممكن اسال حضرتك سؤال خارج السياق؟ اتفضل. التخصص حضرتك دراسيا ايه؟ انا خدمه اجتماعيه. مستحيل ملهاش علاقه ده. يعني شايفين المصريين بيعملوا ايه؟ ملهاش يعني علاقه طبعا، بس احنا كاولاد ارياف مش كاولاد مدينه، احنا تعودنا ان احنا بنساعد بعض في العزا، في البلاغ، في الحريق، كلنا بنطفي. اللي بيطفي بميه، بيطفي بتراب، اللي بيطفي بايده، هو احنا تعودنا كمصريين على يا جماعه. والله العظيم اللي عايز ينجح بينجح مهما كان هو دارس ايه، مهما كان العلم اللي او يعني العلم في الراس مش في الكراسه يقولوا كده. لا الحقيقه يعني العلم حاجه مهمه جدا جدا، لكن الاهم هو الاراده والرغبه الحقيقيه في النجاح. انا بشكرك كل الشكر على هذا اللقاء، واتمنى اشوفك مره ثانيه، لانه حقيقي كانت مفاجاه مذهله بالنسبه لي تخصص حضرتك العلمي. سعيده جدا جدا بهذا اللقاء، وبتمنى لك مزيد ومزيد ومزيد من النجاح والتالق. تحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، اشكركم على طيب المتابعه، كنت معكم حنان موج، دمتم في امان الله.